فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا بعض الذين ينتسبون إلى منهج السلف يتصدرون للرقية الشرعية، أنشأوا مركزا خاصا لأجل هذه الرقية. يقول: في بلدنا بعض الذين ينتسبون إلى منهج السلف يتصدرون للرقية الشرعية وأنشأوا مركزا خاصا للرقية، يأخذون رسوما ويزهدون الناس في العلاج بالطب الحديث، ويقولون هذه أدوية كفار لا يتداوى بها. يقول: ما القول في هذا الأمر؟ هذا كلام باطل. نعم، يتداوى بالقرآن وبالرقية لا بأس بذلك، لكن لا يمنع هذا التداوي بالطب أيضا. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.